مشاهدينا الكرام نرحب بكم مجددا في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي حديث الثلاثاء ما هي مفاتيح النجاح المهني للمراه المغربيه وهل المؤهلات الاكاديميه مؤشر لحصول المراه المغربيه على حياه مهنيه ناجحه وضمان مشاركتها الفاعله في صناعه القرارات ورياده الاعمال حلقتنا اليوم تسهم في النقاش العام حول تحسين وتطوير منظومة التعليم وتعزيز فرص المرأة في سوق العمل بما يتيح لها بناء مسارات مهنية قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية القادمة لمناقشة هذا الموضوع المهم معنا اليوم الأستاذة منيا بوستا وهي باحثة بارزة في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد مرحبا بكم معنا شكرا على الاستضافة شكرا عفف إذا لنستهل الموضوع سيدة بوستا هل في نظركم هل يعتبر التعليم عنصرا أساسيا لنجاح المرأة هو بالفعل لما ننظر إلى مختلف المعطيات يتجلى واضحا بأنه كل ما ارتفع المستوى الدراسي كل ما يعني مساهمة المرأة في عالم الشغل تكون أكثر ومني كنقول على هذه الملاحظه ديال المستوى الدراسي فكيبان هذا التميز او لا هذا يعني التزايد في نسبه ولوج عالم الشغل، ملي كنكونوا في المستوى الجامعي اكثر، يعني واخا عندنا يعني الشواهد في المستوى الابتدائي الثانوي ولكن ما كيبان هناك تاثير فعال والفرص كتكون متاحه اكثر. في لما تكون المرأة أو الفتاة عندها شواهد جامعية فهذا كيفتح لها المجال ولكن مع هذا هناك تباين فعلى المستوى الحضاري والمستوى المجال القروي يعني واخا بأن نسبة ولوج يعني الشابات أو الفتيات اللي عندهم شواهد جامعية تكون أكثر إنما هناك تباين يعني في المجال القروي هو أقل من المجال الحضاري وبصفة عامة كتبقى هذه النسبة أقل من الذكور فلذلك يعني كان لازال هناك معيقات اللي خاصها ولو ان التعليم يساعد بالفعل ولكن كاين مسائل اخرى التي تدخل بالحسبان والتي تاي على تشغيل المراه اذا ما هي هذه التحديات جوستومون التي تحدثت معنا؟ هذه التحديات لما ننظر الى المعطيات دائما يعني كنمشيو من المعطيات اللي موجوده نرى انه بالفعل هناك اختلاف ديال ولوج سوق الشغل او خلق المقاولات كان بعض العوامل كما قلت مجال قروي حضاري هذا بعد كاين واحد الاختلاف بالنظر للامكانيات البنيه التحتيه وايضا الفرص الشغل اللي متوفره في هذه المجالات ثانيا عندك كنشوفوا كما قلت مستوى التمدرس والتعليم يعني عنده واحد تي واحد الاختلاف عندنا ايضا الجانب يعني الوضعيه العائليه الاسريه نرى ان نسبه الشغل لدى النساء او الفتيات تقل بعد يعني بالنسبه للمتزوجات مقارنه مع الفتيات العازبات فيعني كاين واحد الامور اللي يمكن تكون مرتبطه بالسياق الاجتماعي والاقتصادي اللي يكون كيكون عندها واحد التاثير على على ولوج الشغل او خلق المقاوله بصفه عامه في نظركم يعني كثيرا ما نسمع عن التعليم الشامل مه. يعني الذي من شأنه القضاء على بعض الصور النمطيه مه. وتفعيل التنوع الاجتماعي في السياسات الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه الى آخره ما هو تأثيره في رأيكم وصداه بشكل عام؟ على الوضعيه السوسيو-اقتصاديه للمرأه وللمجتمع ككل ككل، وبعدا ديجا نوضحوا بعدا أولا ما هو هذا التعليم الشامل أو المفهوم ديالو، فعلاً كنسمعوا التعليم الشامل يعني كيهدف جميع الفئات بدون تمييز، ميني كنشوفوا في الأهداف ديال الأمم المتحده يعني حتى شفت المصطلح اللي يمكن نأخذه هو ديال الأمم المتحده لأنه من أهداف التنميه المستدامه كاين 17 الهدف بين الأهداف كاين آآ توفير آآ تعليم جيد. ومنصف والتكوين مدى الحياة يعني هادو من المبادئ ديالو وتنلقاو هذا الجانب ديال أن يكون التعليم شاملا أن يعني يأخذ بعين الاعتبار جميع الأصناف ذوي الاحتياجات الخاصة ما يكونش هناك أي تمييز أن تكون هناك مساواة بين الجنسين ايضا هناك يضع واحد الطموح ما ظاهر انه يجب الرفع من التحصيل العلمي لدى كل فرد ومستوى التدريس، يعني إذا خدينا غير هذه المعايير بجوج، فبالطبع غتخدم المرأة لأن كما قلت كلما ازداد مستوى التمدرس والتعلم والشواهد، كلما انفتحت الآفاق ديال الولوج عالم الشغل أو عالم خلق المقاولات وغيره، فبالطبع لما يكون التعليم شاملا فهو كيعطي كي إمكانات ومهارات متعددة. والجانب اللي طرحتي ديال النمطية بالفعل هذاك يعني ادراج المساواه في البرامج والمناهج التدريسيه تساعد جدا فنحن لاحظنا انه كانت هناك تكتيف مجموعه الجمعيات كانت تشتغل وكانت هناك ايضا برامج على مستوى المنظومه التعليميه لمحاربه كل ديك الاشكال النمطيه في المناهج وفي البرامج وساعدات بالحق وخاص تتبع لانه هذه المسائل المجتمعيه بعض المرات ما كان ما تنديوهاش فيها ولكن كيكون عندها تاثير كبير فضروري من ان البرامج التعليميه او اما المقرر الرسمي او الموازي يأخذ هذه المسائل يجب إدراج أظن تحسيس أكثر حول حقوق المساواة المرأة كيف يمكن إشراك المرأة أكثر كيف يمكن أن تكون يعني هناك عمل متكامل بين الانو... الاناث والذكور كيف يمكن ايضا نستحضروا نماذج ديال اه يعني سيدات رائدات احنا دائما تنديروا تاريخيا ولكن ما تنديروش معاصرين او اه يعني نماذج ديال الرياضه بالنسبه للنساء في مختلف المجالات فهذا ايضا كيعطي الفتيات الفتيان اه صوره على ما يمكن ان يكون ما شنو ما الافاق المستقبليه وما كيبقاش هذاك التمييز اللي يعني ما كيخدمش جانب المساواه بين بين الرجل والمراه ودك الشيء يمكن ينعكس يعني ايضا في سوق العمل بالطبع لان ملي كنقول حنا ملي كنشوفوا حنا قلنا التعليم هو يساعد ولكن من بعد ما ها يعني استطعت ان تدخل او لا تحاول تدخل سوق العمل فكيكون هذوك اللي يقدروا يكونوا حواجز نوعيه, نوعية يمكن لها تعرقلها في المسار ديالها يا اما لولوج العمل يا اما اللي يعني ان ترقى في المسار المهني ديالها او توصل لمنصب مسؤوليه او تكون عندها يعني مركز الرياده فهادو كلهم مراحل اخرى من غير ولوج يعني التعلم من بعد سوق الشغل وسوق الشغل كيف يمكن لها ان تنمي مهاراتها وتكون عندها واحد يعني كما تقولوا يعني في المسار المهني تحفز به او لا ترقيه او لا توصل كما قلت مناصب المسؤوليه فهذا عاوتاني مسار اخر كيدخلوا فيه عده معطيات يا يعني اما يعني مسائل مرتبطه بالشخص او يعني اللي يعني الانسان اللي حتى هو كيكون في وسط القارات او لا بالمنظومه اللي ما كتعطيهاش الفرصه باش تكون في هذه المناصب طبعا آه الان سنتحدث عن التحولات الاقتصاديه التي م. يعرفها العالم بما في ذلك يعني ما نراه اليوم من رقمنه وذكاء اصطناعي الى اخره، التي قد تثير مخاوف حول استبدال الوظائف البشريه بالالات، مم. طبعا والسياق الاقتصادي في المغرب الذي يواجه يعني ازمات وراء ازمات لا داعي لذكرها يعني ازمه الكوفيد الى اخره من الازمات، يعني كل هذه الظروف يعني تضع النظم والمسارات التعليميه التقليديه تحت الاختبار مم. ما رايكم في ذلك هو بالطبع زعما واخا نشوف حنا المؤشرات اه المؤشرات الحاليه اللي عندنا في المغرب بالفعل كنلقاو واحد نسبه الولوج ديال الاناث ارتفعت سنه بعد سنه وخاصه على المستوى الابتدائي وعلى مستوى ايضا الثانوي وغيره ولكن ملي كنعاودو ندققوا المعطيات كنلقاو بان في المجال الحضري طبعا نسبه التمدرس خاصه من بين 15 و 17 سنه تفوق 90% ولكن في المجال القروي يعني مازال ما, ما في 50% دابا هذا غير شوف باقي عندنا شحال ديال الخدمه وشحال ديال العمل اللي وشحال ديال المسائل خاصنا نقوموا بها ثانيا عندنا واحد المعطى تاني انه لاحظنا هناك مشاركه للفتاة في مختلف الشعب اللي بدات كت النسبه المئويه ديال الحضور الاناث كترتفع وكاين كاع بعض الشعب اللي فيها حضور كبير للاناث مثلا بحال دابا في الهندسه عندنا معدل الاناث 40% ومن بين المعدلات العاليه مقارنه عميزة. مع دول دول اوروبيه ف يعني هذه مؤشرات تتبان كتبين بانه كاين واحد التقدم ولكن في نفس الوقت كاين لازالت هناك رهانات والرهان خاصه بالنسبه على المستوى الجامعي اللي قلنا حنا كنطمحوا باش كاع الفتاه يتوصلوا لهذا المستوى باش تتاح لهم فرص اكثر هو انه لقينا بنا البطاله كترتفع عاوتاني طلبات كترتفع لان علاش قله فرص الشغل وبالفعل كتنعكس على 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 الاناث بواحد المستوى كبير فباش نرجعو للتكنولوجيا الحديثه يعني هذا لان ملي الاكراهات بالفعل كان هناك اكراهات غادي تكون ولكن انا ما كنبغيش نشوفها لان غادي تكون لا على الاناث ولا على الذكور نبغي نشوف شنو الامكانيات المتاحه شنو يمكن هذه التكنولوجيات مم. تفتح كافاق جديده للمراه كيفاش يمكن لها توظف ما بين الحياه العمليه والحياه الاسريه واش كاين مجالات الابتكار والاختراع غير هي باش تقدر تستفد من هذه الامكانات خاص تكون عندها واحد المهارات واحد المهارات اللي كيقولوا كي عندهم شعاب معينه كيتسموا ستيم في المجال العلمي في المجال التكنولوجي في المجال الهندسي والرياضيات هادو شعاب اللي خاص حقا نعزو فيهم في المنظومه ديالنا التعليميه من تاع المنظومه التعليميه التعليم. خاص يكونوا برامج اكثر اللي باش الفتيات يمشيو لهذا الشعاب تكون هناك ايضا تكوين مستمر لان هاد التكنولوجيا عام على عام فيكون امكانه التكوين المستمر وكما قلت لك من الاهداف في الهدف الرابع هو التكوين مدى الحياه يعني يكون هناك امكانيات باش الواحد يكون في التعلم وايضا خلق فرص للابتكار والاختراع لان هذوك هما اللي كيحفزوا كي لخلق المقاولة وهذا الشيء في الحقيقة ماشي تنوصلوا الم... يعني في المستوى الجمعي هذه ال... يعني المبادرة ديال ديال الابتكار و... والاختراع خاصها تبدا من المستويات الأولى مم. لأن هذه بحال قلت ثقافة خاصها تنمى لا بالنسبة للذكور ولا بالنسبة للإناث ولكن هي اللي طبعا. كتساعدنا في التالي باش نستافدوا من هذه الإمكانات المتاحة في مجال التطور التكنولوجي والاقتصادي يعني هاد بهذه الطرق يعني آه يمكن تأهيل النساء لمهن مرنه وقدره على التكيف بالفعل. مع بالفعل. تغيرات وتحولات الاقتصاديه والتكنولوجيه الى اخره آه قبل ان نختتم حديثنا ربما ثلاث اولويات يجب التركيز عنها آه في المستقبل لضمان ولوج المراه لسوق الشغل دائما بالنظر للتعليم نبقاو آه. في المجال التعليمي هو هو الاساسي انه كما قلت آه خاص التعليم لانه هو نقولوا الجانب الاساسي فيما يخص تاهيل المراه اللي خاص تكون عندها المهارات ديالها وتكون عندها جميع الكفاءات فهو من الضروري ان تكون المناهج تاخذ بعين الاعتبار كل الجوانب اللي كتضمن لها المساواه والمناصفه لا في, في المجال الاقتصادي ولا في المجال الاجتماعي دونك هادو من, من بين المسائل وخاص تكون برامج داعمه لذلك خاص تكون ايضا ورشات تعتمد تكميليه ما بين ما بين الذكور والاناث للاشتغال المشترك لي يعني اشتغال على مشاريع اللي تكون هذا مبدا المساواه يعني يدخل في الثقافه اليوميه ديال لا بالنسبه للذكور والإناث يعني هادو مسائل خاصه تبدا من من المستويات الاولى يعني اعاده برمجه بالفعل خاصه تكون مدرجه يعني. تكون مدرجه باش نمشيو اننا نقدروا نوصل مسائل الاخرى فالمنظومه التعليميه مهمه جدا يعني كان كما قلت عده امور اللي وصلنا فيها لنتائج مشرفه ولكن لازال العمل آه كما قلت خاص مازال تكون آه فرص اكثر لي لمشاركه الفتيات مع الفتيان في برامج وايضا ما نقولش بان التعليم فقط لان خاصنا نشوفوا كاع العوامل الاخرى التي ستكون سبب في عرقلة يعني تطور المرأة في عرقلة ولوجها إلى مجال يعني الشغل وخلق المقاولة وغيرها من المجالات فكان خاص تكون مواكبة تكميلية وتقييم دائم للوضع وكيفاش وعاوتاني كان واحد الجانب اللي لاحظته انه لما ناخذ المعطيات دائما ناخذها بالجانب الاجمالي يعني معدل اشتغال المراه هو 19 مئة يتقلصوا سنة بعد سنة ولكن لمعالجة يعني المشاكل ويعني إيجاد حلول يجب أن ندخل في هذه المعطيات بدقة لأنه كان هناك تصنيفات يجب القيام بها ما ينطبق على المجال الحضري لا ينطبق على المجال القروي بالطبع ما ينطبق على الفئة العمرية ما بين 25 و 59 عام ماشي هي ما ينطبق من 15 ما فوق 60 عام فهذو كلهم مسائل يجب تحديدها باش يكون عندنا معالجه دقيقه للعائق او للمعيقات ديال دخول المراه او مجال العمل وباش تكون ايضا تتبع ومواكبه يعني المعطيات العمل لا تساعد فالضروري تكون هناك مواكبه دقيقه بناء على معطيات دقيقه ايضا شكرا كثيرا استاذه بستا لتواجدكم معنا شكرا اليوم. شكرا جزيلا وبهذا قد وصلنا الى نهايه حلقتنا موعدنا يتجدد في الاسبوع القادم Yeah. <music>